عرفت انه عم تحضرين لنا سوربريز لبنانية. مع ضيف ممكن قريبا يكون ضيفنا فارس كرم. يا ان شاء الله. شو عم بتحضري مع فارس؟ أول شيء فارس صديق من أعز أصدقائي هالعشر سنين اللي عملت فيها نجاحات كبيرة في هالبلد الجميل لبنان الحبيب اللي صار بلدي يعني. بنحبك كثير. أيوة أنا بموت فيك وموت خاصة أنت. يعني ما تصدقي مايا فارس أنا قاعد عم تحكي لي غير شيء. ايه جوا ايه هونيك عندها هالحركة فارس كرم. انا حظي حلو مع كرم على فكرة. فارس كرم من اطيب الناس حقيقة. انا عندي كثير يعني اصدقائي ما عنديش من برا الوسط الفني غير في الوسط الفني. لكن فارس كرم بحب هالابن ابن الجبل والضياع الجبل الجميل. فبوجهله تحية كبيرة كبيرة كبيرة. طبعا بدي يكون ديو بدي يكون ثنائي ان شاء الله. نعم ان شاء الله اكيد راح يكون ناجح. نقول له اغنيه استاذ. نقول له اغنيه معلش لفارس. ايه تفضلي شو بدك تقولي له لفارس؟ واللي بتقصر تنوره فارس. صوته قوي. اولا بحبه لانه نفس العائله. نعم بس في شغله مش منيحه. شو هي؟ اطول مني طويل. بس مش منيحه بالنسبه لك. مقهور منه بهالقصه. كثير منيح هالقصه. بس مقهور منه بس بالنسبه لك كثير منيح. انت ايه يعني راح تكون الحلقه مريحه كثير لك. الله عليكي. ما هيك؟ الله عليكي. الجيم الاول في رجالي منها هيك. في شو؟ رجالي. رح اسألك. رح اسألك. أول ما بتشوفه طويل عرفوا إنه أنا بعثت له ميل والعنوان وكل الأشياء. أوكي.